بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، نسأل المولى الكريم أن يتمها على خير وأن يفهمنا إياها وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يسهل لنا الفهم والقراءة والوصول إلى المراد. نو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل، نقول وبالله التوفيق. قال الإمام: والدليل لغة. تكلم هنا على الدليل بالمعنى اللغوي وقال هو المرشد إلى المطلوب، وسيأتي أن المرشد له معنيين. قال هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، إما أن يكون يعني الناصب لما يرشد به، وإما أن يكون الذاكر للمطلوب، يعني الناصب للمطلوب، الناصب للمطلوب أو الذاكر للمطلوب. ويطلق الدليل على ما حصل به الإرشاد، يبقى الناصب أو الذاكر أو ما حصل به الإرشاد، وسنتكلم على ذلك. إلى المطلوب يعني إلى الشيء الذي وقع عليه الطلب، هو الذي يرشدك إلى الشيء الذي وقع عليه الطلب. ومن هنا سمي الذي يدلك على الطريق دليلا. لماذا؟ لأنه مرشد لك إلى مطلوبك وإلى مقصدك وإلى مرادك. قال هو المرشد إلى المطلوب، وعلل الإمام ذلك بأنه علامة، يعني هو علامة على المطلوب، لأنه علامة. يعني لماذا كان الدليل هو المرشد إلى المطلوب؟ قال لأن المرشد إلى المطلوب علامة على المطلوب. والمرشد له معنيان، المرشد الواقع في التعريف له معنيان. المعنى الأول الناصب لما يرشد به، يعني النصب للعلامة. أتعلمون يعني علامات المرور أم لا؟ علامات المرور دالة على مطلوب معين، اللون الأخضر ترشدك أيها الماشي على قدميك بأن تمر الطريق وهو طريق آمن، فهذه دليل. لماذا؟ لأنها قد أرشدتك إلى مطلوبك وهو جواز المرور. الإشارة الحمراء دليل. لماذا؟ لأنها مرشدة إلى عدم المرور، فدي اسمها إيه؟ اسمها أدلة. طيب، مرشدة إلى المطلوب اللي هو جواز المرور أو عدم جواز المرور. المرشد إلى المطلوب من هو؟ قالوا الناصب لما يرشد به. من الذي وضع هذه الإشارة الخضراء؟ وضعتها وزارة الداخلية، فوزارة الداخلية التي نصبت هذه العلامات حتى تدل على هذه المعاني المطلوبة. فيبقى المرشد هو مين؟ الوزارة، لأنها هي التي نصبت هذه العلامات دالة على المطلوب. أو الذاكر له، الذاكر لهذا المرشد إلى المطلوب، الذاكر إلى المطلوب، الذاكر له يعني الذي يذكرك بهذه الأشياء. من الذي يذكرك؟ في البداية الذي يعلمك أن الإشارة الخضراء موضوعة لكذا والإشارة الحمراء موضوعة لكذا وكذا. المذكر هو العالم بحالها. قال ويطلق الدليل لغة، أيضا إطلاقا
آخر على ما به الإرشاد، على ما حصل به الإرشاد، على المؤدي إلى الإرشاد، على المؤدي إلى ما تريد يقال. طيب هنضرب مثال، وهذا المثال في الكتاب تظهر به المعاني المتعددة. يبقى ذكر هنا للمرشد معنيان، وذكر للدليل معنى آخر، لأنه قال الدليل لغة هو المرشد إلى المطلوب، ويطلق الدليل لغة على ما شيء به، أي بهذا الشيء الإرشاد حصل. يقال، أهو دليل معانا أهو بسيط، الدليل على الصانع. ما هو الدليل على وجود الصانع؟ هو الصانع نفسه. ليه؟ قالوا لأنه هو الذي نصب العلامة التي أرشدت إليه. الدليل على الصانع هو الله. لماذا؟ لأنه هو الذي أقام العلامة التي عرفت الخلق على الخالق. فمن هذه الجهة يبقى إيه؟ يبقى هو دليل، لأنه، أي لأن الصانع الناصب لما فيه دلالة والرشاد إليه، يعني لما فيه الهداية والوصول إلى المولى سبحانه وتعالى، ولما فيه الإرشاد إلى الله. أم أنه المراد بالدليل هو العالم بكسر اللام، العالم لأنه هو الذي يذكرك بالدليل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقيم الدليل على هذا، أو العالم، العالم اللي هو ما حصل به الإرشاد، يعني العالم هو الذي حصل به الإرشاد على أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل هذا، وعلى أنه هو الصانع. قال لأنه الذاكر لذلك، أو العالم لأنه هو الذي حصل به الإرشاد. واضح جدا. يا إما أن يكون الخالق وهو الصانع لأنه هو الذي نصب لك هذه الأدلة وجعل المخلوقات دالة عليه، وإما أن يكون العالم لأنه هو الذي يذكرك بالأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون العالم أي المخلوقات فيما عدا الله، وربنا أصلا مش داخل في المخلوقات، أو المخلوقات ما بيقول لك العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني كل موجود سوى المولى سبحانه وتعالى، أو المخلوقات لأنها هي التي حصل بها وبسببها ومن خلالها الإرشاد والوصول إلى الله. طيب الدليل بقى ده الدليل إيه؟ الدليل لغة واصطلاحا. وأما في الاصطلاح، واصطلاحا معطوفة على لغة، ما يعني إيه؟ يعني بمعنى شيء. ما مشايخ يعني شيء، أي شيء يمكن، يمكن بمعنى أنه موضوع لذلك، وليس أنه موصل بالفعل، يعني يمكن التوصل، التوصل في هذه الحالة ممكن وليس واجبا وليس محالا، بل هو ممكن. يعني إيه ممكن؟ يعني قد يقع وقد لا يقع، وبمعنى أنه لو وقع لما ترتب على ذلك محال، يبقى يمكن بالإمكان العادي، يمكن التوصل. قالوا التوصل فيها نوع من التكلف، والتكلف يحتاج إلى مزيد اعتناء وتأمل وإلى مشقة. توصل بخلاف وصل، وبخلاف وصول، ما يمكن الوصول
وصول يبقى سهل. توصل على وزنها مشايخ تفعل فيها مشقة، ولذلك الدليل يحتاج إلى مزيد تأمل، إلى مزيد فكر، إلى مزيد اعتناء. ما يمكن التوصل. وقيل يمكن دون ما يتوصل اليمكن. يمكن يعني ايه؟ ما قالش يتوصل. ما هو كان ممكن يقول ايه؟ كان ممكن يقول ما يتوصل وخلاص بقى، وخرج من قضية يمكن وكانت بقت سهلة. ما يمكن التوصل او ما يتوصل به او بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، ويشيل كلمة يمكن. قالوا لأنه بس لو شال كلمة يمكن لأفاد ذلك إن كل دليل موصل حتما إلى مطلوب خبري. طب لا، ما احنا مش عايزين كده، مش كل دليل يؤدي إلى النتيجة. قد ينظر في الدليل ولكن قد لا تصل إلى النتيجة، لكن الدليل يعني بخاصة وبشأن وبحالة يؤدي إلى المطلوب، وليس الوصول إلى المطلوب حتمي، لكن الوصول إلى المطلوب إيه؟ الوصول إلى المطلوب ممكن، لأن الدليل من حيث هو لا يوصل إلى المطلوب بالفعل، بل يكفي أنه يوصل. يعني الشرط في الدليل إيه؟ أنه بشأن وبصفة وبحالة توصل إلى المطلوب، وليس النظر فيه حتمي الوصول إلى المطلوب. طب اللي هيفيدنا المعنى ده إيه؟ اللي هيفيدنا المعنى ده كلمة يمكن، يعني الوصول إلى المطلوب ممكن وليس حتمي. طيب ده اللي هو عبر من خلاله بيمكن النظر. قيل النظر إما أن يكون النظر في ذات الدليل، يعني ما يمكن التوصل، التوصل ده فيها شيء من المشقة، الوصول بضرب من التأمل بالنظر. وقلنا قبل ذلك إن النظر الصحيح من إضافة الصفة إلى الموصوف. بالنظر الصحيح هي أصلها إيه؟ بصحيح النظر، بالنظر الصحيح، بصحيح النظر، لا هي العكس بقى، بصحيح النظر، لكن هي صحيح ديت صفة والنظر ده موصوف، لكن يبقى ده من إضافة الإيه؟ من إضافة الصفة إلى الموصوف. لكن هي الصحيح بالنظر الصحيح، بالنظر الصحيح. وهنقول ليه هو ذكر النظر. طيب بالنظر يقصد به النظر، ما احنا قلنا قبل ذلك ايه هو النظر يا اخوانا؟ هو حركة الفكر في حال المنظور اليه، يبقى عبارة عن حركة الفكر. يبقى بالنظر اما ان تنظر في ذات الدليل، يبقى النظر اما ان يكون في ذات الدليل، وإما أن يكون في صفاته، وإما أن يكون في أحواله. فيشمل على هذا النظر في المقدمات. النظر إما أن يكون في ذات الدليل زي العالم، إما أن تنظر في ذات العالم، وإما أن تنظر لكي يؤدي إلى المطلوب من الوصول إلى العلم بوجود الله سبحانه وتعالى، وإما أن تنظر في العالم من جهة تغيراته، وإما أن تنظر إلى أنه ينقسم إلى أعراض وإلى جواهر وإلى وإلى. فالنظر في حال المنظور فيه قد يكون في ذاته، في ذات المنظور فيه، وقد يكون في صفاته، وقد يكون في أحواله. وعلى ذلك إذا قلنا بأنه في صفاته وأحواله يشمل النظر في المقدمات، فالنظر في المقدمات من قبيل يعني الدليل. طيب
بعد ذلك قال بصحيح النظر فيه، يعني فين؟ يعني يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، أي في المنظور فيه، إلى العلم، يعني يتوصل إلى العلم. العلم بس، قال العلم العلم بمطلوب خبري. العلم بمطلوب خبري يبقى لم تشمل إلا الأدلة القطعية، وأما الأدلة الظنية فخرجت، لأن النظر في حال المنظور فيه يفيدنا الظن بالمطلوب الخبري، ولذلك لا يشمل هذا التعريف الأمارة. لماذا؟ لأن الأمارة ظنية. ولذلك بعضهم قال لا، الذي يفيد العلم أو الظن بمطلوب خبري، ولذلك عند هذا التعريف يشمل الأمارة ويشمل العلم، يشمل الأمارة اللي هي الظنية، ويشمل كذلك الدليل هو القطعي. وبعضهم بيقول الموصل إلى المطلوب وأطلق، يبقى ده يشمل الاثنين، لكن هنا هذا التعريف لا يشمل الأمارة وهي الأدلة الظنية، وإنما يشمل الأدلة القطعية فقط. طيب، في بقى حاجات يشمل المقدمات. طبعا احنا قلنا ان الدليل ده يشمل المقدمات، ترتيب المقدمات على ما سيأتي، مثال ذلك العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، يبقى مقدمات هذه النتيجة داخل معنا في الدليل، وكذلك النظر في متعلقاتها. طيب، النظر الصحيح، ايه هو النظر الصحيح؟ قالوا النظر الصحيح هو المشتمل على شرائط النظر مادة وصورة، والتقييد بالصحيح أخرج لنا النظر الفاسد. شو النظر الفاسد؟ النظر الفاسد لا يوصل إلى المطلوب على جهة التسببية، وإن كان يوصل إلى المطلوب على جهة الاتفاقية. يعني إيه؟ إحنا النبات دخلنا في حاجات صعبة شوية. يعني النظر الصحيح هو، النظر الصحيح قال هو الذي يشتمل على شروط النظر من حيث المادة والصورة. وطبعا ده عايز ان احنا نرجع ندرس علم المنطق وندرس الأشكال الأربعة والأقيسة وإلى آخره، وإيه هي المادة وإيه هي الصورة وإيه ده، كلام كبير. طب ما العلم كله بيوصل لكله، خد بالك. يبقى النظر الصحيح هو الذي يشتمل على شرائط النظر مادة وصورة. لأن الفاسدة لا يترتب عليه الوصول إلى المطلوب الخبري، أي ليس هو في نفسه، يعني الفاسد، النظر الفاسد ليس هو في نفسه وفي ذاته يوصل إلى المطلوب، يعني ليس سببا. النظر الفاسد ليس سببا إلى الوصول إلى المطلوب الخبري، وليس آلة كذلك للتوصل، وإن كان قد يوصل لكن بطريق الاتفاق، مش يعني بيحصل له النتيجة اتفاقية، مش من خلال النظر في الطريق الموصل إلى النتيجة. النظر الصحيح لو رتبنا الدليل ترتيب سليم يوصلنا ويكون سببا ويكون آلة في الوصول. يعني هنقول مثلا العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، عشان نتوصل للنتيجة هنعمل ايه؟ هنحذف
الوسط من الاثنين يطلع لنا نتيجه. يعني العالم حادث، العالم ده موضوع، وحادث ده محمول، وكل حادث لا بد له من محدث. نحذف محمول الاولى مع موضوع الثانيه. العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، يبقى العالم ايه؟ لا بد له من محدث. على حتى نصل الى هذه النتيجه لا بد وان نراعي اشياء، منها ان تكون الصغرى، واخد بالك موضوع اولا، ومنها بعد ذلك ان تكون الكبرى ثانيه، ولا بد ان تكون الكبرى كليه، وهكذا شروط حتى ينتج القياس هذه النتيجه، ولا بد ان ترتبه بترتيب معين، واشياء كثيره. فاذا نظرنا الى وضع هذه المقدمات بطريقة أكاديمية مشتملة على الصورة ومشتملة على المادة ومشتملة على الأركان ومشتملة على الشروط، هذا الترتيب وهذه الأركان وهذه الشروط الصحيحة من شأنها أن توصل إلى المطلوب، أن تكون سببا إلى الوصول أو أن تكون آلة إلى الوصول. لكن النظر الفاسد ليس في هذا، أنت بتركب ومرة واحدة النتيجة بتتوارد على ذهنك، لا من هذا الترتيب السابق، وإنما اتفاقية كأنها نزلت عليك بغير صناعة وبغير طلب. وطبعا مش فاهمين حاجة انتوا، ربنا يستر. يبقى العلم بمطلوب خبري. يعني مطلوب خبري؟ قالوا المطلوب الخبري أي ما يخبر به، وما يخبر به أخرج القول الشارح. فالقول الشارح اللي هو التعريف، التعريف توصلنا إلى المهاية إلى الحقائق، ولا يقتنص بها تصديقات ولا نتائج. قالوا لإخراج القول الشارح اللي هو مثلا الإنسان حيوان ناطق، ده تعريف أفادني إيه؟ أفادني تصور حقيقة الإنسان. ولذلك قالوا التعريف موضوعة لتصور الحقائق وليست موضوعة للتصديقات. مثلا العالم يمكن التوصل بصحيح النظر فيه بحسب أحواله إلى أن هذا العالم حادث. طب هنتوصل إزاي؟ بأن ننظر إلى العالم من الجهة التي من شأنها أن تفيد الحدوث اللي هو المطلوب. أنهي جهة بقى توصلني إلى استفادة الحدوث؟ بأن أنظر إلى العالم من جهة أنه متغير، وهذا التغير ناشئ وحاصل بالرؤية العينية. نوم بعد يقظة، قيام بعد جلوس، جوع بعد شبع، ليل بعد نهار، كل ذلك تغيرات. فأنا أنظر إلى العالم وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأرى فيه التغير شامخا ناصعا واضحا، فأقول العالم متغير، وهذه دليلها الرؤية. وكل متغير حادث، دي كلية اندرجت فيها الصغرى، كل متغير حادث. لأن التغير معناه إيه؟ انظر إلى ما هي، شوف شوف فكر بقى، أهو ده النظر. يعني ما هو المتغير ده إيه؟ المتغير معناه أنه قد تبدل من حال إلى حال، والحدوث ما هو إلا وجود بعد عدم وتبدل من حال إلى حال. يبقى وكل متغير حادث، وكل دي دخل فيها العالم. طيب العالم حادث وكل متغير حادث، أشيل بقى العالم حادث أعمل إيه؟ العالم حادث يبقى أشيل المحمول من الأولى، يبقى هاخد منها العالم. وكل حادث
لا بد له من محدث، يبقى شيل وكل حدث لا بد له من محدث، تطلع لي النتيجه اللي هي ايه؟ لا بد له من محدث. مش احنا دي اللي اقمنا الدليل؟ يبقى العالم، لا ده احنا اتكلمنا في العالم متغير، انتوا طلعتونا في حته ثانيه. العالم متغير وكل متغير حادث. طب ما انا شفت بعينيا ده كل متغير حادث، ده يعني لا تحتاج الى دليل. كل متغير حادث بمعنى ايه؟ بمعنى انه وجد بعد ان لم يكن. يبقى العالم ايه؟ يبقى العالم حادث. طب احنا نظرنا للعالم من انهي جهه؟ ما هو خلي بالك، احنا نظرنا الى العالم من جهتي هنا، من جهه الحدوث، ونظرنا الى العالم في الدليل الثاني من جهه يا مشايخ، من جهة أنه لابد له من محدث وأنه مخلوق، فلابد حتى تنتج أن تنظر إلى المنظور إليه من الجهة التي من شأنها تؤدي إلى المطلوب. طيب خلصنا من تعريف الدليل بالطريقة دي. ما يمكن ما قلنا شيء نكرة بمعنى شيء، يمكن عرفنا كلمة يمكن دي أتينا بها لماذا؟ حتى نقول بأن الدليل من شأنه أن يوصل، وليس الوصول حتمي. يمكن التوصل، توصل معناه إيه؟ معناه الوصول بكلفة وبشيء من المشقة وبشيء من التأمل بصحيح النظر، أي بالنظر الصحيح. وقلنا النظر الصحيح يخرج الفاسد، والنظر الصحيح هو الذي يتوفر فيه الشرائط الموضوعة للنظر مادة وصورة. طب ونعرف الكلام ده منين؟ محتاجين ندرس منطق فيه إلى العلم. وقلنا بأنه إلى العلم يخرج الأمارة، لأن الأمارة ظنية، والنظر في حال المنظور إليه فيها يوصل إلى الظن بالمطلوب لا إلى العلم بالمطلوب. بمطلوب خبري أراد أن يخرج القول الشارح وهو التعريف، أو ظني. طب الحمد لله، ولكن تنسيق الكتاب هو اللي أخرجنا من الظني، لأنه قال هنا بمطلوب خبري وبعد كده زاد أو ظني. ماشي، تنسيق الكتاب هو اللي خرجها بره. لكن بعضهم بيقول هذا، بيقول إن الدليل موضوع للقطع وليس موضوع للظني، لأن الظني لديهم لا يسمى دليل وإنما يسمى أمارة. وهنا قال أو ظني، ودي طريقة لبعضهم، تكتب جنبها كده طريقة لبعضهم ممن يجعل الدليل شامل للأمارة، بأن يكون النظر فيه يعني في المنظور فيه اللي هو مثلا العالم في مثالنا، والصلاة في المثال الذي سيأتي به الشارح، والنار في المثال أيضا للشارح، بأن يكون النظر اللي هو يا مشايخ الحركة الفكر في المعقولات في من الجهة من الجهة يعني من الزاوية من الناحية التي نتوصل من خلالها إلى المطلوب. لكن شوف العالم هو واحد أهو، عندما تنظر فيه من جهة يؤدي بك إلى الحدوث، وتنظر فيه من جهة يؤدي لك إلى احتياجه إلى المحدث، وتنظر فيه من جهة يقول بأنه مثلا مكون من أجرام ومن أعراض، وتنظر فيه وهكذا. يبقى لابد أن تنظر من الجهة التي من شأنها أن توصلك إلى المطلوب. زي الصلاة، الصلاة أنت تنظر إليها من جهة أنها ربانية، توصلك إلى أنها تشريع رباني، صح كده؟ تنظر إليها من جهة يعني أنها تنقسم إلى واجب وإلى
مندوب. تنظر إليها من جهة توصلك إلى أنها عبادة، تنظر إليها من جهة توصلك إلى أنها قد تكون من المعلوم من الدين بالضرورة، وهكذا. أنت هتنظر من أنهي جهة؟ جهة تقسمها إلى واجب ومندوب، ولا جهة أنها منقسمة إلى مثلا 5 صلوات في اليوم والليلة إلى، وهكذا. خلي بالك لأن الكلام ده مهم، مهم جدا. التي من شأنها، شوف 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 شوف، يعني هي موضوعة على صفة وهيئة توصل إلى هذا. من شأنها، من شأنها أن ينتقل الذهن، يعني أنا أنظر من الجهة التي من خلالها ينتقل الذهن إلى المطلوب. أنظر إلى العالم من جهة أنه يعني متغير، ينتقل الذهن إلى المطلوب. هنظر إلى العالم من جهة أنه حادث، هينتقل إلى المطلوب. هنظر إلى العالم من جهة أنه ينقسم إلى جواهر وأعراض، هنتقل بينتقل بها الذهن إلى المطلوب. طب المطلوب ده بيتسمى إيه؟ بيتسمى وجه الدلالة. المطلوب اللي هو إيه معايا؟ اللي هو في بعض الأمثلة حدوث العالم. يبقى حدوث العالم ده بيتسمى ايه؟ بيتسمى وجه الدلالة. طيب، وشمل التعريف الدليل القطعي، لانه قال ايه؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري او ظني، الى العلم بمطلوب خبري او ظني. يبقى شامل مع الدليل القطعي، لأن الدليل القطعي ده معلوم به. ويشمل كذلك يا مولانا الدليل الظني. وبعد كده قال إيه بقى؟ والظن أهو كالعالم لوجود الصانع، كالعالم إذا نظرنا إليه من الجهة التي من خلالها ينتقل الذهن إلى وجود الصانع. بقول العالم حادث، كل حادث لابد له من محدث، يبقى العالم ايه؟ محتاج محدث، يبقى ربنا بقى هو اللي خلقه بقى وموجود، وهكذا. طب والدليل ده ايه؟ ده الدليل ده قطعي، لانه اشتمل على شرائط قطعية الدليل. والظني، وشمل ايضا الدليل الظني كالنار لوجود الدخان. النار والدخان، طب هنعمل بقى في الدخان؟ يعني ما هو بيقول لك كالعالم لوجود الصانع والنار لوجود الدخان، يبقى أنا بنظر في النار من الجهة التي أتوصل من خلالها إلى الدخان، كما أنني نظرت إلى العالم من الجهة التي من شأنها ينتقل الذهن إلى وجود الصانع، ونظرت إلى الدخان من الجهة التي ينتقل ذهني من خلالها إلى وجود النار. شايف دخان طالع، طب ما الدخان ده دليل على إيه يعني؟ ده يعني في نار موجود. طب ده العالم ما هيوصلني ليه؟ هيوصلني إلى وجود الله سبحانه وتعالى، بس من أنهي طريقة؟ من الطريقة التي من شأنها ينتقل ذهني من النار إلى الدخان، ومن العالم إلى وجود الصانع. هنشوفها دلوقتي. حلوة؟ لكن لماذا على الظن يا سيدي؟ الإيه؟ لماذا على الظن يعني؟ لا، ما هو ده ظني، لأنه ممكن يكون في حضرتك دخان من غير نار في عصرنا الحديث ده أكثر تصورا. ممكن هواء البرد، دخان كده يبقى طالع كده هو ومبقاش في نار. في عصرنا مع التكنولوجيا الرهيبة اللي انت شايفها دي، ممكن يبقى بيت وقع على بعضه ويطلع منه دخان كده، هواء كالدخان. يبقى هذه العلامة ظنية على وجود النار، لكن العلامة اللي هو العالم، لا، العالم ده هو كل ما سوى الله دليل قطعي على وجود الله.
حيث إنه قد توفرت فيه قطعية الدليل. أما النار قد يوجد الدخان ويتخلف وجود النار. وأقيموا الصلاة لوجوبها، يعني وإذا نظرنا إلى قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة توصلنا من هذه الآية إلى القول بوجوب الصلاة، لأننا نظرنا إلى الآية من جهة أنها أمر، وأن كل أمر يوجب، وأن من جهة أنها أمر أقيموا الصلاة، وقلنا بأن الأمر كل أمر للوجوب ما لم تصرفه قرين، فأصبحت مع الصلاة إيه؟ الصلاة واجب. الحمد لله، جميل. شوفوا بقى حتة حتة كده. وأقيموا الصلاة لوجوبها، ولكن هي إيه برضك؟ قال ده من قبيل الظن. يعني يقول الصلاة لا، ما هو بيتكلم على الآية، الآية مفيدة لهذا، لكن قيام الإجماع من جهة أخرى هو الذي حولها من الظنية إلى القطعية، لكن الآية بمجردها، لأن احنا بنقول لك للوجوب كل أمر للوجوب، ده احنا عندنا المقاعدة دي أصلا مختلف فيها، وقيل بأنها للندب، وقيل بأنها لكذا، وقيل وما اختلف فيه لا يفيد القطع. فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة، أنهي أدلة؟ اللي هي العالم والنار والآية القرآنية، بالنظر في هذه الثلاثة. إيه بقى هو النظر يا سيدنا؟ أي بحركة النفس فيما تعقله منها، يعني بحركة النفس في الشيء الذي تعقله النفس من هذه الأشياء الأدلة، مما شأنه أن ينتقل به، يعني هننظر للعالم من الجهة أو نفكر فيه بعقولنا وأذهاننا، وننتقل من العالم من الجهة التي من شأنها تثبت وجود الصانع، وكذلك ننظر إلى النار من الجهة التي من خلالها ننتقل إلى الدخان، وكذلك ننظر إلى الآية ونفكر فيها وما نعقله منها. هنعقله منين؟ هنعقله من صيغة الأمر، مش هنعقله من معنى الإقامة، من صيغة الأمر، ونتوصل إلى المطلوب. قال بحركة النفس فيما، يعني في شيء تعقله، يعني تعقله النفس، أي تعقل النفس هذا الشيء منها، أي من هذه الأدلة، مما شأنه، يعني مما صفته ووضعه وحاله أن ينتقل. يبقى شأنه انتقال الذهن إلى تلك المطلوبات كالحدوث في الأول، لأن الحدوث يحتاج إلى إيه؟ يبقى العالم حادث، وكل حدث لابد له من محدث، يبقى العالم محتاج لمحدث، يبقى الصنع موجود أهو، خلصنا. والثاني الإحراق، هنظر إلى النار وأنها محرقة، أقول كده النار محرقة، وكل محرق له دخان، يبقى النار لها دخان. ايه ده الكلام ده سليم؟ والله كده. والامر بالصلاه في الثالث، تصل الى تلك المطلوبات، اللي هو ايه بقى المطلوب؟ اللي هو وجود الصانع ووجود الدخان ووجوب الصلاه. الله، هي بقت سهله كده؟ والله، بان ترتبها كذا، يعني بأن ترتب الأدلة على هذا النحو، لأن الترتيب على هذا النحو يؤدي إلى الوصول إلى النتيجة من أقرب طريقة. قال العالم حادث، ماشي يا مولانا، وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، له صانع.
يبقى شوف بقى احنا نظرنا للعالم منين. احنا عايزين نتوصل الى النتيجة، وهي ان العالم له صانع. بنروح للعالم ونبحث عن المعلومات التي في عقولنا ورؤوسنا للعالم. طيب ما هي المعلومة التي من خلالها أن أنتقل من العالم إلى احتياجه إلى صانع؟ إيه علاقة وجود الصانع بالعالم؟ الحدوث، لأنه هو اللي أحدثه، والكلام على إحداثه يؤدي لي إلى أنه موجود، فأقول العالم حادث. طب ما دليل هذه؟ دليل هذه المشاهدة. ده انت ده أكتر حاجة، إن حضرتك كنت بعد أن لم تكن، ثم بعد ذلك مات أبوك، ثم بعد ذلك مت أنت، ثم بعد ذلك وهكذا، الموت، الليل والنهار وهكذا، تبدأ تشوف الجواهر، الجواهر بتموت ثم يحيا غيرها، ثم بعد ذلك تبلى ثم بقى وهكذا. فيبقى العالم وهو كل ما سوى الله حادث، صح كده؟ وكل حادث له صانع، لأنه لا يوجد بنفسه. بل يحتاج إلى من يجده، يحتاج إلى يعني من، ما هو القضية جاية منين؟ إنه إزاي هيوجد نفسه؟ كيف يوجد نفسه؟ يوجد نفسه يبقى هو خلقها، يبقى هو خالق ومخلوق، ده متنافية يعني، ما تجيش. وكل حادث له صانع. طبعا احنا بنقول حادث له صانع، يعني له مؤثر، أثر فيه وأخرجه من دائرة العدم إلى دائرة الوجود، لأنه أصلا كان عدم، اللي جعل الوجود يترجح على العدم القدرة. قال وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، والنار شيء محرق. جربوها كده هتلاقوا حرقكم. وكل محرق له دخان، كل ما أحرق له دخان. ولكن بيني وبينك في العصر الحديث ده مش مضطردة. ليه؟ لأن أنت ممكن حضرتك تحط إيدك على الدفاية وتحرقك وملهاش دخان. طب بيتكلم على ما وصل إليه، مش أنتوا عارفين الدفاية الآن؟ حطوا إيدك على الدفاية، ها أحرقتك ولا لأ؟ وملهاش دخان، ما أحرقتكش؟ انت منين يا غالي؟ انت معانا هنا يعني كائن انساني موجود على وجه الارض؟ طب هات له يا ابني عندك دفايه يا مولانا، خده معاك دلوقتي، مش ده الساقي، خده معاك وخليه يحط ايدين الاثنين على الدفايه بعد اشتدادها. وكل محرق له دخان، ينتج ايه؟ النار لها دخان. أقيموا الصلاة أمر، طبعا لأن ربنا قال أقيموا الصلاة، فعبر بأقيموا، أقيموا ده فعل. وكل أمر بشيء يفيد الوجوب حقيقة، يعني حقيقة شرعية، فالأمر بالصلاة يفيد الوجوب حقيقة. واضح جدا، والكلام النهاردة يعني أحلى درس. أما المطلوب غير الخبري، يبقى احنا عندنا مطلوب خبري اللي هو المطلوب التصديقي، وعندنا مطلوب غير خبري اللي هو المطلوب التصوري. وأما المطلوب غير الخبري، يبقى الخبري ده مراد بإيه؟ التصديقي، وهو التصوري. طب التصوري بقى هنصل إليه من أي، من خلال أي شيء؟ قال له خلي بالك إن الدليل يوصلك إلى التصديقات، والتصورات توصلك إلى الحقائق
وإلى المهاية. قال: وأما المطلوب غير الخبري وهو التصوري فيتوصل إليه، أي يتصور، يتوصل إليه يعني إيه؟ يعني يتصور، يعني يدرك بما يسمى حدا. الحد هو الذي من خلاله تدرك حقائق الأشياء بما يسمى حدا، يعني بالجنس والفصل، بالحد الناقص أو الحد التام إلى آخره. بأن يتصور الحيوان الناطق الذي هو حد للإنسان، وعندك هنا كاتب كالحيوان الناطق، وإحنا تقريبا في الشروحات الأخيرة قلنا ده مثال، بأن يتصور مثل الحيوان الناطق الذي يكون حدا للإنسان. الحيوان الناطق ده حد للإنسان مركب من جنس ومركب من فصل، وضع الجنس ثم بعد ذلك الفصل بطريقة معينة يؤدي إلى أنك تعرف الإنسان بحقيقته وبحده. قال: بأن يتصور كالحيوان الناطق حدا للإنسان، وهكذا. طيب، قال: والظن. الظن في اللغة يا مولانا يأتي بمعنى العلم. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون يعني يتيقنون ويعلمون. فالظن يأتي بمعنى العلم، ويأتي الظن أيضا بمعنى الشك. قال تعالى: وإن هم إلا يظنون، يعني يتشككون ويترددون. ولذلك قال الخليل بن أحمد: الظن إما أن يكون في القطعيات فيكون علم، وإما أن لا يكون في القطعيات فيكون شك. ده كلام الخليل ابن أحمد الفراهيدي على ما نقله المحققون. قال هنا: والظن تجويز. وطبعا كان مفروض يحط نقطتين بعد الظن عشان يفيدنا إن الظن ده إيه، التجويز ده تعريف معرف، واخد بالك؟ تحط على طول نقطتين يبقى اللي بعديها على طول ده تعريف. قال: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. وده تعريب باللازم، لأنه يلزم من هذا التعريف إن إحنا، هو عرف هنا، لا يعني هو عرف الظن باللازم، ده من لازم الظن، من لوازم الظن هو التجويز. لأنه هو الظن معناه إيه؟ معناه التصديق الراجح. الظن هو التصديق الراجح. وتجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ده من لوازم الظن. طب نشرح بقى هنا، بيقول تجويز أمرين يعني تجويز وقوع كل من أمرين. تجويز جاية من، مش من الجواز اللي هو الإيجاب والقبول والشهود، هي جاية من التجويز بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ممكن، جاية من الجواز بمعنى الإمكان، المقابل للواجب والمستحيل. يبقى تجويز وقوع أمرين، يعني إيه أمرين؟ هيقع أمرين معا؟ لا، وقوع أحد أمرين. لا، مش أحد أمرين، ده الأحد أمرين دي بعد كده. التجويز هو إمكان وقوع كل من أمرين، يعني ده ممكن الوقوع وده ممكن الوقوع. يعني إيه بقى تجويز وقوع كل من أمرين؟
معناه الإذعان بإمكان وقوع كل منهما بدلا عن الآخر، يعني أن تذعن النفس بذلك، أن تسلم لذلك. يبقى هو أمر راجع إلى النفس، أن تذعن النفس بوقوع أحد أمرين بديلا عن الآخر. إيه هما بقى الأمرين؟ قالوا الأمرين اللي هما الوجود وعدم الوجود. زي إيه كده؟ زي مجيئي إلى الرواق الجاوي يوم الخميس القادم. مجيئي إلى الرواق ده أمر ممكن، وعدم مجيئي للرواق ده أمر ممكن. يبقى هنا نتكلم على التجويز الواقع بين الممكنات. يبقى تجويز وقوع كل من أمرين بدلا عن الآخر، الأمرين اللي هم إيه؟ اللي هم طرفا الممكن، اللي هم يا مولانا اللي هم الوجود والعدم. لأن الظن قد يكون بين أشياء متعددة، احتمال يقع منك أيها المكلف تسبيح وتكبير وتحميد، وأن يقع منك استغفار، لكن في الثلاثة الأول عندي بدلالة معينة أرجح من الأخير. يبقى ده اللي حصل إيه؟ إن العقل جواز وقوع ثلاثة وعدم وقوع واحد، بس أنت قلت هنا إيه؟ وقوع أمرين. قال ما هو الأمرين المراد بهم هنا إيه؟ طرف الوجود والعدم، لأن الثلاثة الأولانيين مقابل الأخير، هيبقى اتنين، وجود الثلاثة الأول وعدم وجود الأخير، يبقى طرف الممكن. ولذلك أمرين يعني الوجود والعدم. أحدهما أظهر وقوعا من الآخر، أظهر من الآخر يعني أظهر في الوقوع من الآخر. طب يعني إيه أظهر في الوقوع من الآخر؟ الأظهر في الوقوع لا بحسب الذات، بل بحسب القرائن الخارجية، لأني بحسب الذات الوقوع وعدم الوقوع مستويان، وإنما الأظهرية باعتبار الأمور الخارجية. يعني مجيئي إلى الرواق يوم الخميس وعدم مجيئي إليه باعتبار ذاتي، وهي ممكنة، كذلك الأفعال تكون ممكنة ومستوية. اللي يخلي الوجود مقدم على العدم أو العدم مقدم على الوجود؟ العادة الجارية بأنني آتي إليكم كل خميس هي التي جعلت وجودي يوم الخميس القادم مع عدم وجود اعتذار أرجح من عدم وجودي. أما من حيث ذاتي التي هي محل لوقوع الممكن وطرف الممكن، فلا يترجح أحد الطرفين فيها على الآخر. أمال الترجح يأتي من أين؟ يأتي من الأمور الخارجية وهي العادة. طيب عدم مجيئي في أرواق الجاوي يوم الأحد القادم ده ممكن، وده الظن. طب أنا ممكن أجي، يبقى ومجيئي يوم الأحد وعدم مجيئي يوم الأحد ده ممكن، لكن ما الذي يجعل عدم مجيئي مرجح على مجيئي؟ العادة. ده حاجة أمر خارجي لا بحسب ذاتي أنا الذي أنا محل للممكن. عند المجوز يعني بأن تذعن نفسه بوقوع أحدهما بعينه دون الآخر. اللي عارف وشافني كل خميس باجي هنا بيبقى عنده شيء من أرجحية المجيء على أرجحية عدم المجيء،
وتذعن نفسه بوقوع المجيء ولا تذعن بعدم وقوع المجيء، سواء كان ذلك واقع في الواقع ونفس الأمر أم لا، ملوش دعوة بالواقع، له علاقة بالمجوز، لأن المجوز هو الذي لديه القرائن الخارجية التي جعلته يظن يعني أرجحية أحد الطرفين على الآخر، أما الواقع لا علاقة له بهذا. ولذلك قال عندي إيه؟ عند المجوز. لأن عندكم أنتوا، أنا باجي كل خميس، هب إن واحد شخص عارفني ووجد إن أنا عندي ظرف يوم الخميس ولم أبح له بشيء، هيظن إيه؟ هيظن إن أنا مش رايح، وأنت هتظن إن أنا رايح. يبقى ده عند مين؟ عند المجوز لوقوع أحد الطرفين على الآخر. هو ده التعريف؟ آه والله هو ده التعريف. التعريف ده حاجة حلوة. ولذلك هنا بقى الإمام الرازي زاد في التعريف تجويزا ظاهرا في كل منهما، تجويزا ظاهرا في كل منهما. ولا بد كذلك أن يكون هذا التجويز موصوف بالظهور في كل من الطرفين. ظهور مين؟ ظهور عند العقل، يعني أن يكون كل منهما ظاهر في الحصول لدى العقل. ولذلك خرج انقلاب البحر دما مع ثبات البحر على حاله، فلا يكون ثبات البحر وبقاؤه على حاله مضمونا في مقابلة انقلابه إلى دم. لماذا؟ لأن هذا أو هذه الصورة بعيدة عن العقل، غير ظاهرة في نظر العقل. يبقى لابد أن يكون الطرفان ظاهرين في الوجود أو العدم عند العقل. وأما انقلاب البحر دم، ده جائز عقلا، ولكنه ليس ظاهرا في نظر العقل مع بقائه على حاله. ولذلك هذه الصورة خرجت، ولذلك أخرجوا إيه؟ أخرجوا بقاء البحر بحاله وانقلابه دماء. فهذا ليس من قبيل الظن، فبقاء البحر على حاله ليس من قبيل الظن في مقابلة انقلابه إلى دم، لأن انقلابه إلى دم وبقاؤه على حاله ليس من الأمور الظاهرة لدى العقل، اللي هو انقلابه إلى دم. لابد أنت بتقولي أظهر، أظهر دي أفعل تفضيل يقتضي المشاركة مع أفضلية أحدهما على الآخر، فيقتضي ظهور كل من الطرفين مع أنه في أحدهما أظهر من الآخر. فهمنا ولا لا؟ طيب، وإحنا خلي بالكم إحنا هنشرح على الطريقة دي، عايزين ننتقل بقى، إحنا شرحناه 6 مرات بطريقة أسهل، صح ولا مش صح؟ فخلينا بقى المرات اللي جاية دي هنتعب مع بعض. طيب يا مشايخ، شكلها زنت معاكم. قال: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. والظن كما قلنا هو، قلنا هو إيه؟ التصديق الراجح. الظن هو إيه يا مشايخ؟ التصديق الراجح، وهو الإذعان بأحد الأمرين المجوزين، الإذعان بأحد الأمرين المجوزين. طيب، وكما قلنا هذا تعريف بالله يا مشايخ، هذا تعريف باللازم. والطرف المرجوح
هو الوهم من ذات الطرف المرجوح يا مشايخ، ده التصديق المتعلق بالطرف المرجوح هو الوهم مش نفس الطرف. لأن احنا قلنا ايه؟ التصديق الراجح، يعني التصديق بالطرف الراجح. يعني ايه التصديق؟ يعني الإذعان والقبول بأظهرية هذا الطرف هو الظن. كان شيخنا رضي الله تعالى عنه يقول هو إدراك الطرف الراجح، الظن إدراك الطرف الراجح. طب والتصديق هو ايه؟ ما هو التصديق إدراكه مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم. يبقى التصديق هو ايه؟ هو إدراك للنسبة الخارجية مصحوبة بالإذعان والقبول. طيب يا مشايخ، يبقى الوهم هو ايه؟ هو التصديق المرجوح، صح كده؟ على ذلك فقس، انت ماشي معانا. التصديق المرجوح اللي هو هنا عبر عنه بالطرف المرجوح، لكن مش هو نفس الطرف، ده التصديق المتعلق بهذا الطرف المرجوح اللي هو الإذعان والقبول لهذا الطرف المرجوح، وهذا يسمى الوهم. والظن في الحقيقة هو الطرف الراجح، مش الطرف الراجح كمان، ده التصديق المتعلق بالطرف الراجح. والظن في الحقيقة هو الطرف الراجح، ولكن التجويز لازمه. يعني تصديق الطرف، التصديق بالطرف الراجح يلزم منه التجويز. ما هو التجويز ده مرحلة سابقة على مرحلة التجويز، مرحلة سابقة على مرحلة التصديق. لأنه أولا بيمر بتجويز وقوع أمرين، أحدهما أظهر في الوقوع من الآخر عند المجوز، وبعد ذلك يأتي إيه؟ يأتي بعد ذلك عندي اللي هو التصديق الراجح. يبقى التجويز ده من لوازم التصديق الراجح، يلزم من التصديق الراجح التجويز، ولذلك قال والتجويز لازمه. لازم الإيه؟ لازم الطرف الراجح من لوازمه. يعني بمعنى أنه كلما تصور الطرف الراجح تصور معه التجويز، بمعنى أن التجويز مرتبط ارتباط وثيق بالطرف الراجح. ما هو الطرف الراجح يبقى فيه طرف مرجوح، وطرف مرجوح يعني ده ممكن وده ممكن، وترجح أحدهم على الآخر بقرائن خارجية وهكذا. فيكون المصنف عرفه باللازم، وقلنا التعريف باللوازم من قبيل تعريف الشيء بالعرضيات لا بالذاتيات، فيكون رسميا، يعني يكون تعريف رسمي يعني بالأوصاف لا بالذوات. فلا يكون مدخولا يعني فلا يكون معيبا. المدخول وهو المعيب. طيب يا مولاي انزل بقى معانا لتعريف الشك. قال والشك، ولذلك احنا بنقول لك في الظن كنا بنعرفه كده زمان بطريقه بسيطه قوي، ادراك الطرف الراجح يعني ادراك احد الاطراف بنسبه 51% والتاني الطرف الثاني 49. 49% يبقى وهم، 51% يبقى ظن، 75 اللي هو جيد جدا ده يبقى ايه؟ يبقى ظن غالب.
بس خلاص. ايه ده، هو العلم سهل كده؟ اه والله. قال والشك تجويز امرين. ها فين تجويز وقوع كل من الامرين؟ آه، كل منهما بدلا عن الاخر، ما هو الاثنين مش هيقعوا معا، والا هيقتضي ذلك الجمع بين المتناقضين، وقوع احدهما بدلا عن الاخر. عايزين نخلينا عندنا دقه وان شاء الله هنوصل، هنتعب شويه. انا عشان اوصل الى ان انا اجري في الكتاب بهذه الطريقه قرات زياده عن 50 مرة، قرأته 6 مرات، وفي كل مرة أقعد أحضر. النهاردة كنت قاعد بحضر الدرس وكأنني أول مرة أقرأ الكتاب، وقاعد حاطط معايا بعض شروح كده الورقات وعمال أتأمل فيه وكأنني أول مرة أقرأه. ما نروحش بقى خلاص بقى الملكة بقى وبقيت الإمام الشافعي، فروح خلاص اشرحه كده، ما ينفعش، أنت اللي خسران. اقعد كده وذاكر، واقعد اقرأ كتير، ما تملش، ما تحزنش انك انت النهارده الدرس كان صعب مثلا. لا 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 لا، توكل على الله واستمسك بالله وقل انت الله المعلم واتقوا الله ويعلمكم الله. اذا يئست ما خلاص بقى روح بلدكم واشتغل اي حاجه تانية غير العلم. وعندكم شغلات بتجيب فلوس هناك في ماليزيا ولا لا غير العلم؟ اشتغل سواق توك توك. حدكم توك توك هناك؟ تكاتك. اعمل عربية فول وطعمية. عندكم هناك؟ اوبر وكريم. مين اللي قال اوبر؟ لا انت شكلك راسم على ان انت تروح هناك تشتغل في اوبر وكريم، بس بطريقة شرعية ازهرية. لكن العلم، لا العلم عايز تعب. العلم عايز سهر. العلم عايز تحمل. العلم عايز عدم يأس، وتنظر في العبارة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين، وتتأمل فيها، وتطلب من الله الفتحة قبل كل ذلك. قال تجويز وقوع أمرين على البدل لا مزية، يعني لا أفضلية لأحدهما، أي لوقوع أحدهما على الآخر، أي على وقوع الآخر. والمراد بالأمرين هنا كما قلنا النفي والإثبات، الوجود والعدم. أنا ما ماشي كده عند المجوز، لا في الحقيقة ونفس الأمر، ولكن عند الشخص المجوز. قال فالتردد، يعني إذا أردت أن تعرف هذا الحد بالمثال فأقول لك التردد في قيام زيد ونفيه. شو بقى، شو بقى مولانا وقمة ودقة العبارة، في قيام زيد ها ونفيه. يبقى الكلام في الأمرين بين طرفا الوجود والعدم، ولذلك قال بين قيام زيد ونفي قيامه، لأن الشك ممكن يبقى ما بين عدة أشياء. يا ترى أنا صليت ركعة واحدة ولا هم ركعتين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ ده أنت شاكك أهو ما بين 4 أشياء. طب ده لما نيجي نرده هنرده ازاي؟ ده انت شاكك ما بين اتمام الصلاة وعدم اتمامها، يبقى شاكك ما بين الاتمام وما بين عدم الاتمام، صح كده؟ طيب حتة حلوة. فالتردد في قيام زيد وعدمه، يعني وعدم قيامه على السواء شك، اللي هو احنا بنقول عليه ايه بقى؟ إدراك مستوي، مستوي الطرفين، أو نقول عليه هو تصديق مستوي الطرفين.
يعني لا مزية فيه لأحد الأطراف على الآخر. فمجيئك للرواق الجاوي مستوي مع عدم مجيئك للرواق الجاوي، وأيضا هذا لا بحسب ذوات الأشياء وإنما بحسب القرائن الخارجية. قال فالراجح، طب ومع عدم الرجحان الثبوت والانتفاء، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء يكون الراجح يبقى ده ظن، والمرجوح يبقى ده ايه؟ يبقى ده وهم. فالراجح الظن، يعني فإدراك الطرف الراجح الظن، أو التصديق بالطرف الراجح على سبيل الإذعان والقبول، هذا هو الظن. والمرجوح وهم، يعني والتصديق بالطرف المرجوح يكون ذلك وهما على سبيل الإذعان والقبول. ثم قال ويطلق الظن في اللغة على اليقين، وممن نبه ونص على ذلك الإمام الخليل بن أحمد، قال إن الظن يستعمل في القطعيات فيكون بمعنى العلم، ويستعمل فيما عدا ذلك فيكون بمعنى الشك. قد استعمل القرآن الظن على القطع واليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون ويجزمون، وإلا لما كان في ذلك مدح لهم. ويطلق الشك بمعنى الظن، ويطلق أيضا الشك ويراد به الظن. والاعتقاد أيضا من ضمن المصطلحات التي ستأتي هو التصديق الجازم القابل للتغير. اعتقادك قابل للتغير، تصديق، تصديق معناه يعني تصديق، يعني حكم، حكم جازم قابل للتغير. وطبعا خلي بالكم ان وصف الحكم بانه جازم ده على سبيل المجاز، لان الحكم نفسه مش جازم، ده شخص هو اللي جازم به، ده الحكم مجزوم به، لكنهم قالوا بانه يعني قد ينسب يعني الى السكين القاطع. بيقول لك السكين قاطع، هو السكين اللي قاطع ولا صاحبه هو اللي قاطع؟ ده مجاز، السكين مقطوع به. الجازم يبقى التصديق الجازم، يبقى عبارة عن حكم جازم، يعني جازم صاحبه به، قاطع صاحبه به، قابل يعني اللي هو التصديق اللي هو الحكم للتغيير. ممكن غدا تبص نلاقيك غيرت عقيدتك، بدل ما بقيت أشعري بقيت وهابي والعياذ بالله، يبقى اعتقاد. طيب قال وأصول الفقه، هو يتكلم هنا على تعريف وحد أصول الفقه. أصول الفقه دي يا مشايخ قلنا إن هي إيه؟ إن هي علم، علم على الفن المدون، وليست مركبا إضافيا. يعني إيه؟ يعني كلها أصول الفقه يعتبر يعتبر هكذا كلمة واحدة علم على الثلاثة أشياء اللي هي إيه؟ اللي هي معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحل المستفيد. هذه الكلمة اللي هي أصول الفقه صارت كلمة واحدة، علم على ولقب على الثلاثة أبحاث، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحل المستفيد، وليست مركبا إضافيا. طيب هو لما نقول
لقب، اللقب إيه؟ ما يشعر بمدحه. لما نقول عليه لقب آه ده مشعر بمدحه. طب جاءت من أين؟ يعني ملمح التفضيل جاءت من كونه يعني آلة من الآلات التي ينشأ منها أو بواسطتها الأحكام الفقهية. والأحكام الفقهية أحكام شرعية مفخمة القدر عظيمة الشأن عند الله سبحانه وتعالى، فمن هنا اكتسب التفضيل من أنه يعتبر مبنى الأحكام الشرعية. قال وأصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب. الفن اللي هو إيه؟ اللي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحل المستفيد. الفن هذه المباحث الثلاثة سميت بهذا اللقب. المشعر يعني الذي يدل دلالة خفية، ما هو المشعر ما يدل دلالة خفية. بمدحه يعني يشعر أو يدل على مدحه، لأنه يبنى عليه الفقه، وإذا كان يبنى عليه الفقه يبقى يدل على مدحه. بابتناء الفقه عليه، لأن الفقه الذي هو الأحكام العملية معرفة الأحكام العملية الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية مبنية على هذه الأصول وهذه القواعد. الذي وضع فيه أي وضع في هذا الفن المسمى بأصول الفقه هذه الورقات. طرقه يعني الوسائل، والطرق دي الوسائل يعني ايه؟ ده الطرق، طريق يعني عبارة عن وسيلة من خلاله تذهب إلى مرادك. طرق الفقه يعني سبل الفقه على سبيل الإجمال. يبقى طرق الفقه يعني سبل الفقه على سبيل الإجمال. أخرج سبل الفقه على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة عبارة عن طريق للفقه، سبيل للفقه، ولكن على سبيل التفصيل، حيث إنه قد ذكر المتعلق وهو الصلاة، لكن أصول الفقه لا يذكر فيها المتعلق الجزئي، وإنما تذكر القواعد الكلية التي من خلالها تترتب الفروع. قال طرقه على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال يعني على صفة وحالة هي الإجمال، فإضافة السبيل إلى الإجمال دي إيه؟ إضافة بيانية، يعني سبيل هو الإجمال، طريق هو الإجمال، لأن الطريق هو الإجمال والإجمال هو الطريق، الاثنين هما واحد. طب وطريق طرق الفقه الإجمالية اللي هو يساوي أدلة الفقه الإجمالية، كمطلق الأمر يعني كالأمر المطلق. مطلق عن إيه؟ مطلق عن تعيين جزئية من جزئياته، مش مثلا أمر الصلاة، أمر الصيام، أمر الزكاة، أمر الحج، أمر العمرة، لا، وإنما المراد مطلق الأمر، يعني الأمر غير المتعلق بشيء بعينه. مطلق الأمر يفيد الوجوب، ومطلق النهي الذي لا يتعلق بجزئية من الجزئيات مثل الزنا، مثل الخمر، مثل الغيبة، مثل النميمة، ومطلق النهي للتحريم. ما لم تصرف كل منهما قرينة، وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده طريق من طرق الفقه، سبيل من سبل الفقه. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي معطوفة على مطلق الأمر، وفعل وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع يعني وكالإجماع كذلك، لأن كل هذه تفيدنا حكما كليا يعني يدخل تحته ما لا ينتهي من الفروع.
فمطلق مطلق الأمر يفيدنا الوجوب ما لم تصرفه قرينة، ومطلق النهي يفيدنا التحريم ما لم تصرفه قرينة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صالح للتشريع يفيدنا بأحكام كثيرة لا تنتهي، والإجماع ومطلق الإجماع حجة، ومطلق القياس حجة، وما هو بقى بس خلي بالك بقى، يبقى مطلق يبقى برضك وكمطلق فعل النبي مش فعل معين، صح كده؟ يبقى خلي بالك إن هو فعل معطوف على الأمر، يعني كمطلق الأمر ومطلق النهي ومطلق فعل النبي ومطلق الإجماع لا إجماع بعينه، والقياس يعني ومطلق القياس لا قياس بعينه، والاستصحاب أيوة مطلق الاستصحاب لا استصحاب بعينه، من حيث يعني هي قاعدة كلية أصولية مفيدة لما يندرج تحتها من الأحكام، ولكن من حيث أي من جهة أنه يبحث في مطلق الأمر عن الوجوب، ويبحث في مطلق النهي عن التحريم، ويبحث في كل ما يأتي بعد ذلك من أنها حجج. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حج، ومطلق الإجماع حجة، ومطلق القياس حجة، ومطلق الاستصحاب حجة. يبحث في هذه من عن جهة الحجية، يعني عن جهة أنه يحتج بها في بناء الأحكام الجزئية، وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به، ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بهذه الطرق من ذكر العام والخاص والمطلق والمقيد وأحكام كل، والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، خبر الآحاد والمبحوث عنها بما يعلم من محلها. يعني يبحث عن العام من جهة أنه يقبل التخصيص، ومن جهة أنه يقضى به الخاص على العام، ويبحث عن الخاص من هذه الجهة أنه يقضى به على العام، يبقى يبحث عن العام من جهة أنه يقبل التخصيص، وعن الخاص من جهة أنه يقضي على العام ويخصصه، ويبحث عن المطلق من حيث أنه يحمل على المقيد بشرطه، ويبحث كذلك عن المجمل وعن وهكذا، وكون الخبر الآحاد يجب العمل به بخلاف طرقه، يعني بخلاف طرق الفقه على سبيل التفصيل، التفصيل اللي هو ذكر المتعلق بخصوصه، كأقيم الصلاة. طب ما أقيمه ده أمر، وده أمر إيه؟ قال له بس ده مش أمر مطلق، ده أمر تعلق بموضوع معين مخصوص وهو الصلاة، ولذلك هذا ليس أمر مطلق، ولذلك هذا ليس طريق من طرق الفقه على سبيل الإجمال، بل هو طريق من طرق الفقه على سبيل التفصيل، وهو تعيين وتحديد المتعلق، متعلق الأمر اللي هو الصلاة. ولا تقربوا الزنا والعياذ بالله، يبقى هنا نهي كذلك تعلق بهذه الجريمة وهذه الفاحشة وصلاته، وكذلك شوف أهو الأولاني أهو أمر مطلق تحت أمر إيه؟ أمر مفصل، نهي مطلق تحت نهي مفصل، وفعل النبي يعني ومطلق فعل النبي تحته صلاة مفصلة، فعل مفصل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، والإجماع على أن يبقى مطلق الإجماع مقابله إيه؟ الإجماع المفصل الذي تعلق بإجماع بعينه، وكالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، بنت الابن مع بنت الصلب يعني مات وترك، بنت صلبية مع بنت ابن مع أخ شقيق، هنعمل ايه؟ هندي للبنت الصلبية النص، وندي البنت الابن السدس تكملات الثلثين،
وندي للأخ الباقي، على أن لبنت الابن السدس معه، يبقى الإجماع أنه قد قام الإجماع على إعطاء بنت الابن السدس مع وجود البنت الصلبية، حيث لا عاصب لهما، يعني لا عاصب لي البنت الصلبية ولا عاصب لبنت الابن. وقياس الأرز هذا قياس جزئي خاص على البر في امتناع بعض بيع بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل يدا بيد. ما هو النص ورد في إيه؟ ورد في البر. قسنا عليه الرز بجامع الطعمية. طعمية يعني إيه؟ يعني أنه طعام. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، يبقى ده استصحاب يا مشايخ، استصحاب متعلق بمسألة بعينها، وهو استصحاب الطهارة لمن شك في انتفائها وعدم وجودها. فليست هذه المسائل من مسائل أصول الفقه، يعني من مسائل هذا العلم. لماذا؟ لأنها متعلقة بمسائل بعينها، وإن ذكر بعضها في كتبه فإنما يذكر على سبيل التمثيل للقواعد الكلية، ولذلك قال في كتبه تمثيلا. ولكن هنا في فائدة لطيفة قلناها قبل كده في القراءات اللي فاتت، هو بيقول طرقه عايدة، الضمير عائد إلى الإيه؟ قال الضمير عائد إلى الفقه، لكن على سبيل إيه يا مشايخ؟ على سبيل اللي احنا بنسميه إيه؟ الإيه؟ الاستخدام. لأنه هو الأصول الفقه ده كلمة واحدة، وأصول الفقه ده معناها إيه؟ ثلاث أبحاث: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد. لكنه استخدم أصول الفقه بمعنى العلم المستقل، ثم أعاد الضمير على الفقه بمعنى المركب الإضافي. يبقى استعمل أصول الفقه بمعنى اللقب، ثم أعاد الضمير على الفقه بالمعنى الإضافي. ما احنا قلنا أصول الفقه إما أن يكون مركبا إضافيا، وإما أن يكون لقبا. فإن كان لقبا يبقى كل الكلمتين على بعض عاملة زي زيد، أولها الزي وآخرها الدال. فأصول الفقه أولها الألف الهمزة وآخرها الهاء، لأن ده مركب، ده لقب يا مولانا، كله على بعضه لقب. لكن قال طرقه، وراح قال أي الفقه. طب الضمير عائد لفين؟ العائد إلى الفقه، لكن لا باعتبار معناه اللقبي، وإنما باعتبار معناه الإضافي، لأن ده على سبيل الإيه مشايخ؟ الاستخدام. إيه هو بقى الاستخدام؟ الاستخدام إن الكلمة يكون لها اتجاهين، يستعملها بمعنى اتجاه ويعيد عليها الضمير بمعنى اتجاه تاني. إذا نزل السماء، السماء اللي هو إيه؟ اللي هو إما المطر وإما الزرع، بأرض قوم، فاستعمل السماء في أحد معنييه اللي هو إيه؟ اللي هو المطر. رعيناه، الضمير عائد لإيه؟ عائد للسماء، لكن لا بمعنى الماء وإنما بمعنى الزرع. فهنا كذلك أصول الفقه إما أن يكون مركبا إضافيا، وإما أن يكون لقبا، لكنه استعمله أولا بمعنى اللقب، ثم أعاد الضمير عليه بمعنى المركب الإضافي. على سبيل اللي يا مشايخ؟ على سبيل الاستخدام. يا سلام، إيه ده؟ حتة حلوة قلناها احنا كذا مرة قبل كده. وكيفية الاستدلال بها، يعني كيفية الاستدلال بطرق الفقه، من حيث إيه؟ مش من حيث كلياتها، إنما من حيث جزئياتها وتفاصيلها، لأن هي التي يقع فيها التعارض. قال وكيفية الاستدلال بها، أي بطرق الفقه، ولكن بطرق الفقه على سبيل إيه؟
على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال. ولذلك قال أي بطرق الفقه، يعني وكيفية، يعني وطريقة الاستدلال بطرق الفقه التفصيلية عند تعارضها. قال أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها. طب ولماذا؟ قلنا بأنه يعني كيفية الاستدلال بها عند تعارضها، قال له أصلها ظنية، والظن يقع في ذهن من يقوم به التعارض. ولذلك بس أقول لك لكونها ظنية، وقبل كده عرفنا الظن بأنه إيه؟ التصديق بالطرف الراجح أو التصديق الراجح. لكونها ظنية يعني وكأنه يقول وقد وقع فيها الاختلاف والتعارض بسبب ظنيتها، من تقديم المثبت على النافي. يعني عندي حديث مثبت وعندي حديث نافي، هقدم إيه على إيه؟ هقدم المثبت على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم على النافي، وما فيه تهديد، يعني وأقدم النص الذي أصحبه تهديد على غيره، أو ما فيه تأكيد على غيره، أي الخالي منه وغير ذلك، كما يعلم ذلك من محله إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها، يعني وكيفية الاستدلال بطرق الفقه التفصيلية، تؤدي إلى معرفة من الذي يستدل بها، هل أي أحد، ولا لابد أن يكون المستدل له شروط وأوصاف معينة. قال وما وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها. ما هو مين اللي هيستدل؟ ما بتقول وكيفية الاستدلال بها، مين اللي هيستدل؟ اللي هو الشخص. طب مين هو الشخص؟ اللي هو المجتهد. طب والكلام على المجتهد، يعني هيلزم منه الكلام على المقلد. قال وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها، هتجر يعني هتؤدي هتوصل، وهو المجتهد. فهذه الثلاثة اللي هي مشايخ، اللي هي طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بجزئيات هذه الطرق عند الاختلاف والتعارض، والثالث شروط المجتهد، هي المسمى بأصول الفقه. طب ولماذا سميت أصول الفقه؟ قال لأن هذه الثلاثة يترتب عليها أو يتوقف عليها الفقه. أبواب أصول الفقه، وهذه نجعلها إن شاء الله في محاضرة أخرى أو أخرى.